احنا نزلنا مصر نقدر طبعا تعليق على موضوع الاعصاب وازاي اعصابك القويه. الاسئله كتير اللي جات لي من زمان لسه بتجيلي، قالت انا اعصابي ضعيفه عاوز اشحن اعصابي شويه في الحرب وكده. الموضوع كله في عمان في الاول عشان في شويه لبس كده عندنا خصوصا في مصر، يعني ان احنا بنقعد اعصاب. الاعصاب دي حاجه حتى مثال زمان في ثانوي يقول لك العضو الذي يستخدم لم يرمى، الذي لا يستخدم لم يرمى. بمعنى ايه؟ انت واخد دلوقتي شغال فوق يدوي ايدك على طول شغاله وبتحط وتشيل وبتاخد تيجي، لازم يكون عندك عصب دايما مسافتك مثلا. انما لما تكون انت شغلك مكتبي لسه فاضي مفيش وقت مفيش تعب مفيش مجهود مفيش كده، طبيعي لازم يكون عندك العصب التكافؤ العضلي العصبي العيش. دي مثال تاني، عندكم مثلا تشوفوا الناس البنا والشوالين السمكين، الناس اللي هي ما شاء الله عليهم دول على طول في الشغل مفتكين شغل وشيل وحط قدام، الناس دي ما تقدرش تشم ولا تيجي ولا تعمل رياضه ولا اي حاجه، بس تيجي تبص عليهم هي عندهم زي ما انتم بتقولوا العصب بتاعهم جامد. ده ليه؟ ده عشان الاستخدام كتير، الاستخدام دايم على طول بالعضلات. الاعصاب اولا هي مش حاجه باينه في ايدينا زي الاورده اللي بيبقى ماشي فيها الدم او الاظهار اللي ماسكه العضله في العضل. الاعصاب دي حاجه مخفيه مدفونه جوه العضل تحت العضل خالص. يعني معنى كده ان انت بنقول زمان واحنا صغيرين قبل ما نعرفها تشوف واحد رفيع ولا حد تقول عليه ده عصب ويجي يشد لك ايده كده يبقى لك وطن جديد وانت تفتكر ده عصب. لا ده مش عصب ولا حاجه، دي اوتار. انما فكره العصب بقى ايه اللي احنا المفروض نفهمها صح؟ العصب هو مسؤول عن توصيل العضلات السيطرة على العضلات، هو بياخد المخ أمر ويديه العضلة فتنقبض فتعمل لك الحركة. فأنت طول ما أنت تكون شغال على طول وإيدك شغالة وبتروح الجيم وبتلعب رياضة وبتلعب سنين والكلام ده كله، هتلاقي العصب بتاعك جهاز العصب بتاعك فريش وفايق وعارف يتكلم وفي تناغم بينه وبين العضلات وسريع سريع في رد الفعل من السلام. هي الفكره كلها في التناغم الدائم اللي هو على طول انت لازم تسلم ايدك على طول، لازم تشيل، لازم تحط، لازم تعمل مجهود بدني عشان تحس ان انت قوي. تيجي حاجه ثانيه، انت دلوقتي لسه نازل الجيم، مستحيل تطلع جامد في يوم وليله او تحس ان انت خلاص هتشيل كل الجيم في ثواني. هي فكره بالتدريب. دي يعني كنتيجه عشان تعرف انت عصبك بقى انشف ولا اقوى والكلام ده كله، ده بنحسبه بزياده الوزن. كنت مثلا نزلت اول يوم في الجيم تلعب باي تهاجم لعبت 5 كيلو مثلا، بعد شهر لو كنت بتلعب 10 او 20 ده معناه ان انت ابتديت تقوى اكتر في الاعصاب والعصب اشد، وجيت صحتك اشد وتناغم العصب العضلي بقى اشد. في حاجه ثانيه مهمه، ما تخشش في الجيم ناس كتير تلاقيها ضخمة وهي الناس اللي بتاخد الهرمونات والنشاطات تفتكر الناس دي عندها عصب قوي او العصب بتاعهم ده طبيعي. لا، الفكرة في يومك قوتهم قوة مؤقتة، بمعنى ايه؟ قوة معتمدة على المخفض او النشط او الهرمون اللي هو بتاعه. اول لما يوقف الهرمون بتاعه ده اول ما نشط هتلاقي الدنيا عنده وقع خالص ومش قادر حتى تشيل نص اللي انت بتشيله. فانت ما تبصش خالص واحد بياخد هرمون او نشط خليه يبتدي زيه زيك، قارن نفسك بيه. زي ما قلت لك هي العمليه عمليه وقت، واحده واحده هتلاقي الموضوع ابتدى يشد معاك ويجي معاك ومستواك ابتدى يحس. دي حاجه ثانيه، بس انك تسعى على الحقن والحرمان وحقن الاعصاب. هقول لكم انا خاص الموضوع الحقن الاعصاب والحرمانات دي اي حد في الدنيا هي طبعا الاساس ليها للناس المسلمين وكده، انما اي حد بياخدها دي يعتبر مكمل غذائي عادي ما فيهوش اي مشاكل. الفكره في الطريقة. احنا ان شاء الله طول ما احنا بنتمرن هناخد حقنة عجول واحد كل اسبوع، يعني مثلا حد يوم الجمعة هاكل فيه العجول بتاعك اسبوعين. هتقول لي طب يا دكتور اديني فكة ولا اديني فكة؟ قول لها كل الحقن البروتينز دي هي نفس التركيب نفس المادة الفعالة، دي فيها حاجات بسيطة بس الكور والبروتينز حاجات بسيطة فمش هتفرق. أي حقنة تجيبها ما فيهاش مشكلة. فمعنى كده يا سيدي انت مش لازم تحاول حاجه في التمرينات، دي حاجه بسيطه وتقدر تاخدها في اي وقت وفي اي سن، ملهاش علاقه بالسن قوي. تمام؟
عندي حاجه تانيه زي حاجه تساعدك مع الحقن بالنسبه للاكل وكده. طبعا ناكل كبده، كبده الفراخ باللحمه، صدور الفراخ، الفواكه بانواعها، الخضار، سواء الطماطم والحاجات دي مليانه فيتامينات. الفواكه طبعا اكيد، فاحنا بنتصحى في الموضوع ده وان شاء الله يعني هتلاقي تحسن جامد. والعام ده كله اللي انا كان نفسي وان شاء الله ده يحصل ان انتم تفهموا موضوع العصب كويس. مفيش حاجه اسمها عصب باين، لا العصب ده زي ما قلتوا حوار تناغم عضلي عصبي كشغل عام، مش كحاجه باينه تشوفها في البيت او مثلا. شكرا، السلام عليكم.